إجراءات المصالح الصحية بوزارة الصحة لهذا اليوم 64 فحص، 64 فحص تم إجراؤها هذا اليوم، ومن بين هذه 64 فحص كانت 32 نتيجة إيجابية، يعني معناها لدينا 32 حالة جديدة اليوم. هذه 32 حالة فيها 26 حالة نعتبرها حالة مرتبطة مخالطين، وفيها 6 حالات نزلنا إلى راك نعتبرهم حالات مجتمعية لأنه ما بتحدد طرق إصابتهم بالضبط أو ارتباطهم بالمخالطين لم يتحدد بعد. وهذا يعني أن عدد الحالات وصل بهذه 32 اليوم، وصل عدد الحالات إلى 173 إجمالا منذ بداية الأزمة. وهذه الحالات كلها يعني تشمل 144 حالة مرتبطة بمخالطين، حالة مخالطة يعني الحالات مرضية معينة، وفيها 23 حالة لا زالت حتى اليوم تعتبر حالات مجتمعية لأن لم يحدد ارتباطها بالحالات المعينة. أما بالنسبة للعلاج فعدد المرضى اليوم أو المصابين اليوم اللي تحت المتابعة هو 163، ولله الحمد كل هذه 163 اليوم ما فيها حد يحتاج لعلاجات معينة، كلهم ما فيهم حد عنده أعراض معينة تحتاج لعلاجات، يعني الحجر يتم عليهم لغاية وقائية، ما فهم علاجات تتطلب الحجر عليهم وإنما الوقاية هي التي تتطلب ذلك. الحالات الجديدة اللي هي 32 حالة جديدة تتوزع كما يلي: في 4 في الكسار، وثنتين في دار النعيم، وثنتين في تفرق زينة، توجونين فيها 7 حالات، وتيارت فيها حالتين، عرفات فيها 3 حالات، وعشر حالات 8 حالات في الترابزة، يعني 4 في بوتيليميت و4 في الركيز، هذا بالإضافة لحالتين في النواذي.